السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من باتايا فلوتينج ماركت بنعمل البث بتاعنا النهاردة. ده اللي هو سوق باتايا العين، زي ما حضراتكم شايفين كده. ده المدخل بتاعه. التذاكر بتاعته لو هتدفع تذكرة دخول فقط فانت بتدفع فقط 200 بات، تقريبا 100 جنيه مصري للدخول. الدخول ده بيشمل فقط انك انت بتتمشى داخل السوق. طبعا لو حبيت انك تركب المركب اللي هو قدام حضرتك ده، فحضرتك بتدفع 800 بات. طيب ال 800 بات دول شاملين ايه؟ شاملين الدخول اللي هم ال 200 زائد وجبة تايلاندية مع مشروب ومع صورة. محبش اقول لك الصورة دي هتكون مع مين، بس ممكن على الخاص يعني ممكن اقول لكم تفاصيل اكتر، ولكن مش هينفع اقول لك الصورة هتكون مع مين. زي ما حضراتكم شايفين بتدخلوا من هنا وبتدفعوا الفلوس، بتركبوا المركب الجميل ده، والمركب ده بيمشي بيك في السوق العايم ده زي فينيسيا كده، ولكن دي حاجة موجودة في تايلاند فقط، منها اتنين، واحد في باتايا والتاني في بانكوك. زي ما حضرتك شايف كده بيمشي بيك، بتقدر تشتري اللي انت عايزه. دي الاجواء بتاع الفلوتينج ماركت زي ما حضراتكم شايفين. ان شاء الله باذن الله هندخل تباعا. طيب لو حبيت تدفع ال 200 فقط فانت بتمشي في هنا ممشى، تقدر تمشي برجلك زي ما حضرتك شايف، وتقدر تدخل المحلات اللي انت عايزها وتجيب اللي انت حابه. طبعا انا خدت اللي هي 800 عشان الفلوتينج بوت، وهنمشي مع بعض ونشوف ايه الاجواء. بعتقد ان دي اكتر رحلة بتميز تايلاند عن اي دولة في العالم. ان شاء الله نشوف مع بعض، نستناكم في البث التاني. لو عجبكم الفيديو دعموا القناة بسبسكرايب وشير وتفعيل الجرس، شيروها للإفادة. نشوفكم على خير. السلام عليكم.